الو، الانسه نيفين موجوده؟ لبستي يا اشرف؟ خلاص ماما، مش فاضي غير الجاكيت. يا ما انا خايفه يا حبيبي الفرح يبوظ الليله دي زي ما حصل ليله امبارح. ما تقلقيش يا ماما، ليله امبارح ديت كانت ظروف طارئه وان شاء الله مش هتتكرر. تليفون يا ابني. دي اكيد نيفين، عن اذنك يا ماما لما ارد عليها. ربنا يتمم لك بخير يا ابني. تشربي ايه يا انسه نيفين؟ متشكره قوي، بس يا ريت حضرتك تقولي لي بسرعه ايه هو الموضوع المهم اللي طلبتيني علشان. للدرجه دي انت مستعجله؟ هتستغربي قوي لو قلت لك ان انا فرحي النهارده وان كاتب كتابي المفروض يكون بعد ساعه. اظن كده من حقي ان اكون مستعجله. اه طبعا من حقك تستعجلي، بس انا كمان من حقي ادافع عن اختي. اختك؟ ايوه اختي، اختي ريهام الغلبانه المسكينه، وقعت في شبكه صياد. صياد لا يرحم ولا عنده دم ولا ضمير. شبكة ايه وصياد ايه؟ ارجوك توضحي كلامك اكتر. انا هفهمك على كل حاجة يا انسة نيفين. اختي حبت شاب، والشاب ده برضو فهمها انه بيحبها واقنعها انه يتجوزها بعد اسبوع. وانا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ ازاي مالكيش علاقة بالموضوع ده؟ ده انت علاقتك وثيقة بيه، لان الشاب اللي فهمها انه بيحبها ده يبقى اشرف خطيبك اللي هيتجوزك الليلة دي. اشرف؟ ايوه اشرف. تخيلي يا انسه، من بجاحته قال لها على موضوع جوازه منك. قال لها انه هيتجوزني؟ ايوه، قال لها انه هيتجوزك وانه جوازه منك ده ترضيه لامه عشان ما تزعلش. واختي علشان غلبانه وصغيره وعيله وما بتفهمش وافقت على موضوع جوازه منها ده بعد ما يتجوزك، لكن طبعا احنا العيله عندنا رافضه تماما انه يتجوزها ويبقى لها ضره. انا مش قادره اصدق الكلام ده. لا لازم تصدقي. عارفه ليه؟ روحي دوري في جيوبه كده هتلاقي صوره ريهام موجوده في جيبه. وانت عرفتي منين بقى؟ ما هي ريهام حكت لي على كل حاجه، قالت لي ان اشرف اخذ منها الصوره وحطها في جيبه اللي جنب قلبه وقال لها مش هشيلها منه خالص. لو الكلام ده صحيح انا هسود عيشته. ايوه لازم تسودي عيشته سواد ما حصلش. شوفي يا انسه، انا طالبه منك حاجه من اتنين، اما انك تتجوزيه وتخليه يسيب ريهام، أو تسيبيه لريهام وتخليه يتجوزها وتبقى مراته الوحيدة. أرجوك يا أنسة من فضلك. ها يا جماعة، في أخبار عن نيفين؟ لا يا ابني. ما تقلقش يا ابني، الغايب حجته معاه. أهي جت أهي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إيه الأخبار كده يا نيفين؟ المعازيم بتسأل عليك من الصبح. وكمالك عين تتكلم؟ وات صوتك يا نيفين، الناس ممكن تسمعك. مالك يا نيفين؟ في إيه؟ أنا مش هتجوز يا بابا. بتقول إيه؟ إيه اللي حصل بس يا نيفين؟ حصل إنك ضحكت عليا وغشتني. البير عريس بيحب واحدة تانية اسمها ريهام. ريهام؟ ريهام مين؟ ريهام اللي متفق معاها تتجوزها بعد أسبوعين. ريهام اللي قلت لها إنك مضطر تتجوزني بس عشان ترضي مامتك. الكلام ده صحيح يا أشرف؟ أبداً يا عمي. كذاب، والدليل موجود في جيب جاكيتتك. طلع صورة الهانم من جيبك يا عريس. صورة إيه بس؟ ما هي جاكيتها فاضية هي قدامك أهي. اللي جاب الصورة دي هنا؟ صدقتوني؟ وريني كده يا أشرف. حبيبي أشرف، اوعى تنسى ميعاد جوازنا، وربنا يصبرك على بنت خالتك اللي هتتجوزها غصب عنك. كده يا أشرف؟ الحمد لله إن احنا عرفنا كل حاجة قبل ما الفاس تقع في الراس. صدقوني يا جماعة، والله أنا مظلوم. امشي اطلع بره، مش عاوز أشوف وشك تاني هنا خالص. بره.